اهلا بكم مشاهدينا الكرام، قد تكون انت مصدر الخبر وقد تكون انت المعني به. اخبار الناس برنامج نهتم فيه باخبارك في محافظتك ومدينتك وقريتك في حيك وشارعك في كل مكان في مصر. هذا البرنامج نترقى فيه مكالماتك ومشاركاتك، هو نافذه لك، لكن على عكس ما نقدمه في باقي نوافذنا هي اخبار مع وقف التنفيذ حتى نستوثق منها. ننصت اليك ونرجو ان تتحرى الدقه قدر الامكان في اخبارك. نترقى مشاهدينا الكرام اتصالاتكم على الأرقام الموضحة على الشاشة، كما يمكنكم مراسلتنا على ميل البرنامج peoplenews@aljazeera.net وعبر حسابنا على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وكذلك عبر تويتر من خلال هاشتاج أخبار الناس. نبدأ ببعض الأخبار المحلية مشاهدينا الكرام. في محافظة الفيوم قال أولياء أمور طلاب بمدرسة جرفس للتعليم الأساسي في مدينة سنورس بالفيوم إن مياه الصرف الصحي تغمر فناء المدرسة، ما يهدد بانتشار الأمراض بين الطلاب. واضطرت إدارة المدرسة إلى إلغاء الطابور الصباحي وأي أنشطة في الفناء بسبب تراكم مياه الصرف الصحي. وذكر أولياء الأمور أنهم ناشدوا السلطات المحلية عدة مرات للتدخل لحل الأزمة لحماية صحة أبنائهم، إلا أن تلك المناشدات لم تجد صدى لها بحسب قولهم. كما تشاهدون الآن هذه لقطات مصورة من فناء مدرسة جرفس بمحافظة الفيوم وتحديدا بمركز سنورس، ومياه الصرف الصحي تغمر فناء المدرسة بالكامل كما تشاهدون الآن، ما ينعكس هذا سلبا على صحة التلاميذ وعلى إكمال العملية التعليمية. في محافظة الفيوم أيضا لدينا اتصال بداية من الإسكندرية، فوزية من الإسكندرية، تفضلي. أيوة، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معك مهندسة فوزية، ازاي حضرتك يا استاذ محمد؟ الله ربنا يبارك فيك يا رب. معلش أنا النهاردة مش عايزة أتكلم في حاجة، أتكلم في حاجة تانية، معلش والله. أنا بقول بالنسبة للجزيرة إنها داعمة للإرهاب يعني ومحرضة على العنف. يا أستاذ محمد، فانا بقول يعني حضرتك ان هم لازم اللي بيسفكوا الدماء وما يفرحوش بالجزيره اللي هي بترصد بعد فتحها جرائمهم وتوثقها، بعد ان هم ظنوا ان هم لن يراهم احد، بعد كسروا الكاميرات وقنصوا المصورين وكمموا الافواه واغلقوا القنوات وحجبوا الصحف واعتقلوا الصحفيين، هل المجرمين دول اذا فجروا راس طالب ولا دهسوا النساء ولا سحلوا البنات وجرفوا الاسس وحرقوها، هل دول هيحبوا الجزيره؟ هيحبوا اللي يصورهم؟ هيعرض ممارساتهم من ارهاب والعنف؟ هل دول عايزين يشوفوا حد يشوفهم ان هم بيرتكبوا الجرائم؟ لازم يقلبوا الحقائق ويشوفوا في قنواتهم المتظاهرين المسلحين دول ويقتلوا الناس، وبعدين بعد كده يتداول حزبهم بقى بين الناس. وصلت وجهة نظرك مهندسة فوزية، أشكرك شكرا جزيلا. أستاذ عمر من البحيرة، لو لديك شكوى أتمنى أن تسارع ب يعني تطرأ بطرحها حتى نتمكن من أخذ أكبر عدد من المشاركات من المشاهدين. السلام عليكم. عليكم السلام. والله أنا هعلق بس على حاجة بس اللي هي يعني وسائل الإعلام يعني مركز عليها شوية كده صغيرة، اللي هي تصريح أمريكا وبلاغها على الخمسه اللي هم المعتقلين اللي هم النشطاء السياسيين. انا ما فيش مشكله بالنسبه انهم يعترضوا على كل المعتقلين، بس اشمعنى الخمسه دول وال 23,000 معتقل هم دول في نزهه ولا دول خارج سياق الاستعداد؟ يعني تمثلا كان في حصلت حادثه قديمه برضو مع واحد سياسي وهم قدام الكاميرات قال له مات 30,000 مسلم وصحفي، فكل اللي واقفين قال له طب الصحفي ده جنسيته ايه؟ فميل على اللي جنبه قال له عرفت انهم مش هيهتموا بال 30,000 مسلم؟ هي دي مصيبتنا السوداء، ان احنا كلنا مركزين على الثلاثه ولا الخمسه المعتقلين واللي راحوا. طيب يا استاذ عمر، هل عند حضرتك شكوى حابب توصلها؟ وصلت وجهه نظرك في المساله ديت، البرنامج لتلقي الشكاوى فقط لو اذا سمحت، لو عند حضرتك شكوى اتفضل. والله الشكاوى كلها اعتقد ان ما حدش قصر في عرضها، فاحنا نشتكي الى الله عز وجل، الى الله المشتكى في اللي حاصل، حسبنا الله ونعم الوكيل. طيب شكرا، شكرا جزيلا استاذ عمر من البحيره. استاذ سعيد من بني سويف. السلام عليكم. عليكم السلام. بالنسبه لقناه الجزيره دي احسن قناه شفتها. طيب. طيب استاذ سعيد، لو ندخل الى شكواك، ربنا يكرمك، انا يعني وصل رايك يعني فيما يتعلق بالقناه، لكن احنا محتاجين نسمع شكاواكم عشان خاطر نوصلها للمسؤولين.
للمسؤولين، المسؤولين دول مشغولين، ده ناس يعني ناس محمد صالح، ناس اجلهم ان شاء الله الرحمن الرحيم قريب او باذن الله يا رب ان شاء الله. ولا يهمهم منهم، انا عايز رقم حد من تحالف دعم الشرعيين. طيب انا ما عنديش استاذ سعيد يعني معلومه في هذا الاتجاه، اشكرك على كل حال، شكرا جزيلا. ابو طارق من السعوديه، تفضل. الو. تفضل. الو. ايوه تفضل ابو طارق. السلام عليكم. عليكم السلام. احنا نشكر الجزيره وما بنسمعش غير الجزيره والله. طيب اشكرك شكرا. بس في حاجه في حاجه يا استاذ. يعني يجي واحد يتكلم انت تروح مقاطعه وقول له لا ما اتكلمش، انت شوف القنوات المصريه بتشتم ازاي. يعني القنوات المصريه بتشتم 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 الاخوان، بتشتم اللي يتكلم على الجزيره، بتشتم يعني بتشتم الجزيره. وانت اي واحد يجي يتكلم تروح مسكر عليه. طيب وصلت وجهه نظرك يا استاذ ابو طارق، اشكرك شكرا جزيلا. زين العابدين من اسوان، استاذ زين يعني يا ريت تضعنا في الوضع عندكم في اسوان بعد الحادث الاليم اللي قتل فيه عدد كبير من المواطنين، الوضع عندكم ايه وخاصه الوضع الامني؟ للاسف فقدنا الاتصال. محمد من القاهره، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. دلوقتي بس حضرتك يعني الجيش لما انقلب على الدكتور مرسي بعد سنه عشان لقاه فاشل، طب ليه ساب حسني مبارك 30 سنه طيب؟ مع ان كانت كلها فشل وفساد ورشوه وطبيب وباء وسرطانات، اشمعنى يعني السنه بتاعت محمد مرسي اللي الجيش يعني ادته الامانه فيها، اشمعنى ال 30 سنه كان ساب مبارك 30 سنه ولا عشان كانوا بيصرفوا مع بعض كلهم؟ وبرضه دلوقتي حضرتك يعني عايزين نعرف اسم راقصه واحده بتأيد الدكتور مرسي او راقصه واحده. طيب مش 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 مسالتنا ديت يا استاذ محمد، احنا بس بنسمع شكواكم، لو عندنا حضرتك شكوى يا ريت تقول لنا عليها في القاهره. هي حضرتك دي اكبر يعني اكبر مشاكل البلد، يعني انا مش عارف المتاهه، هي مش متاهه، هي الامور واضحه حضرتك يعني مش محتاجه طول ما الانقلاب ده موجود المشاكل هتزيد، وهم عايزيننا في الاخر يوصلونا زي الدول الافريقيه المتخلفه اللي هي عايشه كده بتاكل وتشرب كالانعام وخلاص. طيب. لا يبقى في تنمية ولا هيبقى في أي شيء في البلد، هو المقصود بيها إن احنا نبقى دولة أفريقية متخلفة، بس هو ده كل المقصود من الموضوع كله. طيب أشكرك شكرا جزيلا أستاذ محمد من القاهرة، أستاذ عثمان من المنصورة، اتفضل أستاذ عثمان. السلام عليكم. عليكم السلام. لو سمحت في قضية فساد بالنسبة للتوك توك، استراحة التوك توك لرجل الأعمال رؤوف غبور. بلاغ رقم 20172 سنة 2011 ومقيد 4966 مركز امداد. دي في تلاعب من النيابه والحكومه ولغايه دلوقتي مش عارفين نوصل لحقنا معاه. حق يعني مش حق اني قضيه عامه، قضيه راي عام، كل اشتري واحد توك توك من غبور مكلف في القوانين الجمركيه والضريبيه، وما زال في هناك تواطؤ من النيابه ومن الحكومه في الشكاوى اللي انا مقدمها، فيا ريت بعد اذنك المستندات معايا اوصلها لك ازاي ولا نتواصل مع بعض ازاي؟ طيب تواصل مع زملائنا في الكنترول. ممكن يعني حضرتك لو دخلت على جوجل وكتبت اخر البلاغات ضد رؤوف غبور هتلاقي البلاغات المستتبعه على طيب. جوجل واسم موجود وكذا بلاغ. طيب يا استاذ عثمان شكاوي اكثر من 10 شكاوي في الوزراء واداره الماليه ومصلحه الجمارك والضرائب وكل ده، ولا عائق لبنك مصر. طيب رغم ان مستنداتك كلها صحيحه، واتحدى اي شخص يقول ان مستنداتك فيها غلطه. طيب تواصل مع زملائنا في الكنترول يا استاذ عثمان على اساس ان احنا نقدر ونحاول بقدر الامكان ان احنا نساعدك في المساله ديت، ونستوثق من المعلومات اللي انت قلتها، ولو كان في طريقه لعرضها بشكل او باخر هنكون يعني بنفعلها. تامر من اسيوط من الفيوم. الفيوم يا فندم. اتفضل يا استاذ تامر. اتفضل. ازي يا استاذ محمد؟ يا اهلا وسهلا. يا استاذ محمد انا بس ليا سؤال، هو ليه بعد الايام الحزب الوطني حقق 33 سنه ومفيش اي انقلاب عليه، مفيش اي انقلاب عسكري عليه، واما الدكتور محمد مرسي قعد سنه وكان دكتور باسم عوده، ودكتور باسم عوده وسيله تموين كان شغال وكان منع استيراد القمح اثناء المحصول، حصل انقلاب عليه. تمام. ده سؤالي.
احنا عندنا في الفيوم حضرتك انت لسه جاي فقره في عن محافظه الفيوم. محافظه الفيوم بتعيش أسوأ حالاتها. ليه؟ يعني بتعيش سواء بقى كان صرف صحي غير موجود، سواء كان مفيش اي حالات انسانيه او اي مفيش اي اهتمام بالصحه، مفيش تعليم. يعني حضرتك تقدر تقول ان كم المستنقع لمحافظه الفيوم عايشه فيه يعني بالطبع محفوظ اي انسان على وجه الارض. فدي كانت تقوتي، يعني دي كانت تقوتي. اوكي. طيب انا معلش. طيب احنا ما زلنا على فكره في حاجه بعد اذنك. اتفضل. ما زال الحزب الوطني حتى الان بيدعم عناصر البلطجيه حتى وقتنا هذا. طيب. يعني دي مشكله برضو، يعني الحزب الوطني في اي منطقه تحديدا يا استاذ تامر؟ في اي مركز حضرتك؟ انا مركز طمية. طيب وصلت وجهه نظرك، اشكرك شكرا جزيلا استاذ تامر من الفيوم. استاذ خالد من اسيوط تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا استاذ محمد؟ يا اهلا وسهلا استاذ خالد. استاذ محمد انا عند حضرتك تعليق، يا ريت تسيبني لان انت بتترك. للاسف انقطع الاتصال. على كل حال يمكنك معاودة الاتصال مرة أخرى أستاذ خالد. محمد من القاهرة. ألو. تفضل تفضل أستاذ محمد. السلام عليكم. عليكم السلام. يا أستاذ محمد حضرتك ممكن لو تعملوا برنامج بس عن الحلول الشخصية اللي ممكن يقدمها الناس. الحلول. يعني ممكن مبادرات شخصيه من يعني مثلا لو كل حد خد 2 متر في 2 متر من قدام بيته ينظف قدام بيته مثلا. الكهرباء على الطاقه الشمسيه مثلا. في امور كثيره حضرتك ممكن تتقدم فيها مبادرات شخصيه. صحيح. احنا هنستنى الحكومه، ما حدش هيعمل في الحكومه اي حاجه يا باشا. تمام. طيب هل في مبادره عند حضرتك تطلعنا عليها يا استاذ محمد؟ حضرتك انت ممكن تتابع اللي بيعملوه في اوروبا نفسها. كل الناس اللي هناك تشتغل بايديها. لا عايزين لا مستنيين من حكومه حاجه، دي ثقافه يا باشا. طيب هل في مبادره حضرتك قدمتها، حضرتك عملتها، محتاج انك انت تتكلم عليها من اجل نشرها بين المواطنين يعني؟ حضرتك انا ممكن اتواصل مع حضرتك، مش مشكله، انا ممكن ابعت لك كتير قوي يعني من ال. طب قول لنا على حاجة. أشكرك شكرا جزيلا على كل حال أستاذ محمد من القاهرة. في محافظة المنوفية مشاهدينا الكرام تعاني محافظة المنوفية من استمرار أزمة الكهرباء والتي تستمر لساعات ولعدة مرات خلال اليوم الواحد، وكذلك الأمر في مدينة بركة السبع بالمحافظة، انقطاع متكرر للتيار الكهربائي يصل لست ساعات يوميا، ما يؤثر على حياة المواطنين بصورة سلبية. قال عدد من الأهالي أن انقطاع التيار الكهربائي يتسبب في تلف بعض الأجهزة الكهربائية فضلا عن تأثيره على مذاكرة أبنائهم الطلاب. أستاذ محمد من أسوان تفضل. أستاذ محمد السلام عليكم. عليكم السلام. علي شكوى لو تكرمت. تفضل. بغض النظر عن الأحداث اللي حصلت في أسوان، احنا لينا شقوة، يعني عيلتين عيلة واخدة حتة ارض مخصصة مربعات سكنية من عيلة تانية، يعني مجلس محلي عندنا، المجلس المحلي عندنا خصص قطعة ارض مربعات سكنية. الناس دفعت فلوس بايصالات رسمية. جاء اثنين او ثلاثة بلطجية طبعا معاهم سلاح، استولوا على حتة الارض وزرعوها زراعات عشوائية. فأنا طبعا دي شكوى يعني لأي حد من يعني في ناس شريفة في الأمن أكيد، يعني بدل ما يحصل زي ما حصل عندنا بين العيلتين النوبة والناس التانيين دول، فمش عايزين ده يحصل. فأنا بسمع المسؤول إنه يسمع شكوتي دي بدل ما يحصل ده تاني.
طيب. يعني اذا ولا وفي بلاغات وصل البلاغات للنيابه العامه واسم الشرطه، مجلس المدينه، المحافظ عنده شكوى، مدير الامن عنده شكوى، والموضوع ده يعني مسبب قلق في القريه يعني. طيب الوضع الامني في اسوان دلوقتي عندكم ايه بعد الحدث دوت يا استاذ محمد؟ بعد الحدث اللي حصل في اسوان، بعد الحدث اللي حصل في اسوان كل واحد بيروح يبلغ في القسم، عنده مشكله بيروح يبلغ في القسم، ما حدش بيجي له، بيضطر هو ان هو يعمل زي اللي حصل ده يعني هو اللي حصل ده في اسوان. ما هو عشان الامن ما راحش. ما هو هو ايه يعني؟ هو انا لا انا انا لو في لو في امن بيجي لي انا هرتكب جريمه؟ هي مشكلتي اللي انا بعرضها دلوقتي، ما هو نفس اللي حصل. ما حد يعني احنا مبلغين في كل الجهات الرسميه زي ما حضرتك تقول، يعني شوف اي جهه رسميه بلغنا فيها. ومفيش استجابه. لا مفيش اصلا حد بيعبرك ولا حد بيجي لك ولا حد يعني الناس يعني الناس دول اللي زارعين الارض جيراننا يعني جيراننا واحنا نعرفهم، زرعوا الارض زراعات عشوائيه، الولد معاه بندقيه هو واثنين تانيين معاه، فزرعوا الارض زراعات عشوائيه، والمجلس المحلي عارف، ومجلس المدينه عارف، المحافظه عندها خبر، مديريه الامن عندها خبر، طب ما انا مين يحلني طيب؟ الا اذا انا احل نفسي. احل نفسي هرتكب جريمه. الارض دي ملك ليك انت يا استاذ محمد؟ الارض دي تبع املاك الدوله، خصصتها املاك الدوله مربعات سكنيه للشباب. وهو زراعها. هو زراعها بالقوة السلاح. وهي مش أراضي زراعية. هي خارج كردون الزراعة، يعني هي مش أراضي زراعية. طب أنت يا محافظة مشكورة خصصت لنا الأرض دي عشان إحنا نسكن فيها، بدل الواحد ما ساكن مع أهله مع أمه مع أخته. فعايزين نبني، إحنا عايزين نسكن في أماكن دفعنا فيها فلوس، يعني للأسف إحنا كمان دافعين فلوس ومعانا إيصالات رسمية، إحنا بنبنهم. يعني احنا معانا ادانتهم. طب انت مش عايز تروح، اروح انا ينفع؟ طيب وصلت وجهة نظرك يا استاذ محمد، والمشكله اللي بتتكلم عنها هنحاول بقدر الامكان نستوثق منها، ونحاول بقدر الامكان ان احنا نسلط الضوء عليها في من خلال تقارير هنا عبر الجزيره مباشره مصر. اشكرك شكرا جزيلا. عبير من القاهره. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. والله يا حضرتك احنا كلنا بنشكر قناه الجزيره، شعب مصر كله بيشكر قناه الجزيره والله. اشكرك يا فندم. على اللي هم بيقوموا بيه. اشكرك يا فندم. الله يخليك. كنت عايزه اقول لحضرتك ان انا ابن اختي اللي اسمه احمد جاب الله، اللي جابوه ارهابي علمني وحجر امن الدوله ومش عارف ايه والكلام ده كله، طبعا هو ملوش علاقه والله بالموضوع ده خالص. حضرتك مامته بتصحيني النوم بتقول لي قوم جايبين صورته في التلفزيون. فراح قام طبعا من النوم، ايه ده في ايه؟ طب انا نازل اروح اشوف في ايه؟ قالت له انزل، ازاي يجيبوا اسمك وانت ما عندكش حاجه؟ قال لها انا نازل. نزل وراح قابل مدير امن الدوله هناك، المديريه اللي اتفجرت دي الخليفه مش عارفه ولا ايه. فمن ساعتها وهو محبوس، ويعني انا مش عارفه يعني هو دلوقتي لو واحد عمل حاجه هيروح يسلم نفسه. يعني هو راح بنفسه لمباحث امن الدوله. طيب استاذ عبير للاسف فقدنا الاتصال بها. طيب في بعض الاخبار المحليه مشاهدينا الكرام، في محافظه بني سويف تواصل مياه الشرب انقطاعها في عدد من مراكز وقرى أو قرى مركز بني هارون في محافظة بني سويف ومنشأة حيدر وتوابعهم منذ عصر أمس الاثنين حتى صباح اليوم الثلاثاء على مدى 15 ساعة دون إنذار من شركة مياه الشرب والصرف الصحي أو بيان يتضمن تفسيرا لسبب الانقطاع. عبر الأهالي عن استيائهم من انقطاع مياه الشرب عن منازلهم طوال هذه الفترة، لافتين النظر إلى أن مواتير الرفع توقفت أيضا عن العمل لعدم وجود مياه في شبكة المواسير، ما يشير إلى انقطاعها من المحطة الرئيسية وليس لضعف ضخها، مؤكدين نفاذ كميات المياه التي تم تخزينها. في محافظة كفر الشيخ أيضا خيم الحزن على قرية إسحاقة التابعة لمركز كفر الشيخ عقب نفوق أكثر من 60 رأس ماشية مصابة بالحمى القلاعية،
وألقيت جميعها في المصرف الكبير بعيدا عن القرية بعد إحراق بعضها. أكد الأهالي أهالي منطقة شارع الترب أن في كل منزل توجد إصابة بالحمى القلاعية، مشددين على أن سعر الرأس ما بين رأس الماشية ما بين 12,000 و 18,000 جنيه، لكن من المواشي المصابة والمباعة لتذبح قبل نفوقها بيعت ما بين 2000 جنيه أو 3,000 جنيه. هذه أزمة أخرى في محافظة كفر الشيخ تحدث عنها الأهالي. لدينا اتصال أخير من خالد من مرسى مطروح. ألو، السلام عليكم. تفضل. أهلا وسهلا أستاذنا، بشكر العاملين على الجزيرة. شكرك يا فندم. حضرتك، إحنا عندنا ظاهرة دلوقتي في مرسى مطروح، إحنا طبعا بلد قبلية. مرسى مطروح هنا عندنا ظاهرة دلوقتي في مسيحية بيشتروا أراضي، كمية أراضي الطريقة يعني، فدي البلد اللي عملوه الكنيسة، أنا مش عارف إيه المشكلة تانية يا أستاذ خالد؟ قلت لك عندنا المسيحية هنا بيشتروا الأراضي بطريقة رهيبة شوية يعني. طيب إيه المشكلة؟ هم بيشتروا الأراضي في مرسى مطروح هنا. طيب مش مواطنين مصريين بيشتروا أراضي حقهم؟ لا مش حقهم حضرتك. ليه؟ لما يقدرون يعني مش حقهم. ليه مش حقهم؟ ايه مش بلدهم اصلا مطروح. يعني مش مواطن مصري يا استاذ خالد، يعني ليه حق ان هو يتملك في اي مكان يعني، اذا ما كانت العقود رسميه والاجراءات كلها صحيحه. فقدنا الاتصال باستاذ خالد. اتصال من استاذ خالد من حلوان. استاذ اسامه. اسامه اتفضل. استاذ اسامه، بقول لحضرتك في التردد 11/6/3/6 في تشويش جامد دلوقتي في الترددات كلها فيها تشويش من مصر، تشويش جامد. طيب استاذ خالد، استاذ اسامه اشكرك شكرا جزيلا. وصلت الشكوى. الى هنا مشاهدينا الكرام نكون قد وصلنا الى ختام هذه الحلقه من اخبار الناس، نشكر لكم طيب المتابعه والى اللقاء.